خلوني نشوف معكم هذا الخبر. هذا الخبر اللي قريته أنا أنه شركة إسبانية تربح في التحكيم الدولي، تربح سوناطراك وتربح شركة السكك الحديدية ب 32 مليون أورو. نعم أنا مسجل هنا عندي الموضوع هذا يا 32 مليون أورو، شركة إسبانية ترفع شكوى للتحكيم الدولي، كاين هذو شغل محاكم خاصة للتحكيم الدولي، شركة لأنها دخلت في نزاع مع واسمها مع من الشركة هذه، مع الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجازات الاستثمارات في السكك الحديدية تاع لي تران. شركة هذه وكالة وطنية تاع لي تران والاستثمارات دخلت في نزاع مع شركة إسبانية، راحوا للمحكمة المحكمة النزاعات هذه في الخارج، نظن في فرنسا أو في سويسرا، نظن في سويسرا أو في لندن، مهم محكمة هذه النزاعات، ربحوهم 32 مليون أورو. 32 مليون أورو راحت خسارة. المشروع قيمته كم؟ المشروع قيمته مثل ما راني وريت لكم قيمته 245 مليون أورو. المشروع 245 مليون أورو، راحت منه 32 مليون أورو راحت للشركة الإسبانية، لأنهم المشروع نحاوه للشركة الإسبانية وأعطاوه للشركة الصينية. من هي الشركة الصينية هذه اللي أعطاوها لها؟ خلونا نشوف هذه الشركة الصينية. الشركة الصينية هذه اللي يسموها سي سي أو سي سي، اللي هاو المدير العام نتاعها يستقبلوا السيد وزير الطاقة، يستقبلوا وقتاش؟ في ماي 2022، يعني عنده عام ونص تقريبا. ها هو سي المدير العام هذا تاع شركة مثل ما قلت لكم سي سي أو سي سي، الشركة الصينية اللي دات المشروع. نفس الشيء هذا الشركة يستقبلوا مدير عام الوكالة الجزائري لترقية الاستثمار، يستقبل هذا صاحب الشركة سي سي أو سي سي، ها هو معاه في الاجتماع مدير الوكالة اللي هو السيد واسمه هذا يا اسمه عمر ركاش. عمر ركاش هذا المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، يستقبل هذا تاع الأو سي سي يا أخي هذا هو. ومن بعدك نجد أن هذه الشركة هذه اللي تاع الصين هاي وين اللي شاد المشروع، شوفوا معايا هذا ملفها مثلا، هذه سي سي أو سي سي في الجزائر، يعني مشاريعها في الجزائر. مدير الشركة اللي هو فريدي اللي راهو في الصورة هذاك مع وزير النقل، هذا وزير النقل هذا يا عمارتو كان وزير النقل وقال في 1814، وهذا يا كان معاه مدير وما زالوا مدير لحد الآن، يعني قديم بزاف. عمارتو كان وزير النقل في عام وقال في 1945 ولا مش عارف شنو عام. هذا هو المشروع، هذه المشاريع اللي راهي أمامنا الصورة الخارطة هذه كلها مشاريع الشركة الصينية اللي مفروض تبدأ الأشغال، هذه المحطات كلها. هذا المشروع اللي راهو أمامنا نفس الشيء 175 كيلومتر اللي مازال ما بداش حتى متر. هذا المشروع اللي بعده، هذا المشروع، هذه الشركة شوفوا كاليفيكاسيون تاعها وشحال، عندها 5 الدرجة الخامسة. وش معناتها الدرجة الخامسة؟ معناتها أقل شركة وطنية في الجزائر أو شركة خاصة بريفي تلقى عنده كاليفيكاسيون 7-8 هكذا نسمع أنا، لأنه اللي عطاني الملف هذا واللي هضر معايا هذا إطار سامي كبير في شركة هذه السكك الحديدية، قال لي بن زديرة كارثة، قال لي داولنا 32 مليون أورو الصيني الإسبانيول خسرناها راحت، والمشاريع الكل هذه تاع الخريطة قال لي أعطيناها للصينيين، قال لي ولحد الآن ما بداو والو. قال لي نعطيك مثال، قال لي عندنا مشروع ما بين الخميس والعفرون فيه 55 كيلومتر، هذا الإطار يقول لي، قال لي يا بن زديرة فيه 55 كيلومتر، 55 كيلومتر، لأنه هذو الصين هذه دخلت الشركة الصينية
باش تدي مشاريع السكك الحديدية على مستوى الوطن بمسافة قدرها 6000 كيلومتر. سينيا كونترا مع الجزائر باش يخدموا 6000 كيلومتر، 6000 كيلومتر ابداو تخدم. قال لي مشروع فيه 55 كيلومتر، قال لي بداوه، قال لي القانون، قال لي في الكاي تشارج، قال لي بيناتنا بيننا وبينهم في الاتفاقيه، قال لي في 30 شهر يكملوه، 30 شهر يعطوهنا. التكلفه نتاعو 428 مليون اورو، 428 مليون اورو. قال لي المشروع هذا يا قال لي عنده 6 سنين ما مازال ما كملش. المشروع ما بين الخماس، الخميس والعفرون، الناس اللي يسكنوا في الخميس والعفرون يعرفوا اذا كان كمل ولا ما كملش. قال لي المشروع هذا عنده 6 سنين من اللي بدا، 6 سنين قبل ما يجي تبون، لانه درك واحد ما يقولكش ابز ديره عارك تهضر على تبون، لا نهضر على كلش. 6 سنين 55 كيلو مازال ما كملتش بتكلفة قدرها 428 مليون أورو، داو الدراهم ومازال ما كملتش. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية مثل ما قلت لكم، الشركة هذه الكاليفيكاسيون تاعها 5، جاية من الصين عندها 5، معناتها عندها برويطة وزوج مونيفرية وزوج وماسو يتعاونوا. احنا عندنا شركات في الجزائر وشركات دوليه اللي تخدم هذه الخدمه، من المفروض تكون عندها على الاقل 7 ولا 8 ولا 9 ولا مش عارف، يعني حاجه كبيره. الشهاده خاي امامكم، مش مترافيك يا اخي، الا كان مترافيك مانيش عارف يتحمل مسؤوليتها. هاي وين الشهاده؟ شكون اللي عاطيها له؟ عاطيتها له وزاره الموارد المائيه ووزاره السكن، زوج وزارات ووزاره الاشغال العموميه، ثلاثه كاع، وزارة الموارد المائية ووزارة الأشغال العمومية ووزارة السكن، في ثلاثة عاطين له شهادة المطابقة اللي هي عنده فيها 5، هاي وين؟ كاليفيكاسيون 5. دونك في الحالة هذه أنا نمد مشاريع قدرها 36 مليار دولار، لأنه هذه الشركة مع شركات صينية داو مشاريع قدرها 36 ولا شحال؟ 36 مليار دولار. داخله فيها مشروع السكك الحديديه نتاع الفوسفات من تبسه العنابه، داخل فيها مشاريع غار جبيلات نفس الشيء، الموانئ وهران ومستغانم، داخل فيها طريق السكك الحديدي اللي يتكلم عليه رئيس الجمهوريه من الجزائر الى تمراست، داخل فيها وداخل فيها وداخل فيها. يا اخي هذا هو، وراه الثانيه، ايه هذا هو المشروع، ها وين تاع السكك الحديدية، ها وين، ها وين المشاريع، ها وين. هذه الخريطة اللي تهمني، خريطة اللي فيها المشاريع على مستوى القطر الوطني وين رايحة تكون نورمالمون. هذا هو المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجازات الاستثمار اللي كان مدير عام عنده 15 سنة، هو مدير عام. هذا هو المدير العام عز الدين فريدي، مدير عام، ها هو هنا مع رئيس الجمهورية قاعد يقنع فيه باللي يكملوا مشروع السكك الحديدية تاع الجزائر تمراست، يكملوه في ظرف قياسي. علاش قلت لكم انا ما نلومش رئيس الجمهورية؟ لانه رئيس الجمهورية لما يتقابل مع اطارات ومع وزراء ومع مدراء ومع خبراء ويقولوا له باللي سيد الرئيس 30 شهر الطريق هذه ما بين الخميس والعفرون تكون كملت، رئيس الجمهورية مسكين بنيته يجي قدام الصحافة باش يفرح الشعب الجزائري يقول لهم المشروع هذا لا نكملوه، هذا خلال 30 شهر نكملوه. عنده 6 سنين، عنده 6 سنين، مات بوتفليقة وتوسلل دخل الحبس ويحيى دخل الحبس ودا حد دخل الحبس والدنيا، وهذا فريدي هذا يا عز الدين مازال مدير عام والمشروع ما كملش، وجا تبون ويروح تبون والمشروع ما يكملش. لكن كاين سر اللي نقولوا أو نطرح سؤال، من يقف وراء هذه الشركة الصينية التي لم تنجز شيء اللي هي سي سي او سي سي؟ شكون اللي راه يدعم فيها الآن وراه مخليها بالرغم من أنها تجاوزت الخطوط الحمر لأنها لم تنجز شيء في الجزائر، ما دارت حتى حاجة، الدراهم كلات وما دارت والو.
وبالعكس هذه الشركه اللي هي سي سي او سي سي راح تجيب شركه صينيه داخلين فيها الاسرائيليين وحبت تعطيها الفوسفات، وشركه اخرى حبوا يعطوها الحديد. وهذه الشركات معلومات رسميه غير مرضي عليها في الصين، يعني الحكومه الصينيه تعتبرهم شركات فيها اللوش لانها شركات دوليه، شركات ليست صينيه 100%، فيها شركاء من اسرائيل من ايطاليا من فرنسا بكذا بكذا. انا السؤال اللي نطرحه على صناع القرار في بلادي، نقول لهم نهار اللي جاء هذا المدير تاع سي سي او سي سي، نهار اللي جاء للجزائر واستقبله وزير الطاقة أركاب، بعد ما استقبلوا وزير الطاقة وشكون اللي استقبلوا على انفراد، وشكون اللي يحمي فيه، وشكون اللي يرتب معاه؟ كاين واحد قادر باش ما يروحش بالكم بعيد، ما تقولوش بنزي راهي معني على بوعلام بوعلام، لا ماهوش بوعلام بوعلام، لا انا لو كان بوعلام بوعلام نقول لكم بوعلام بوعلام. كاين واحد اخر اقدر او قريب البوعلام بوعلام او عنده نفوذ، مانيش حاب نتكلم عليه الان، وواحد من الناس اللي يعموا في الرئيس ويغلطوا في الرئيس، هو الذي يقف وراء هذه الشركه، وهو الذي يحمي هذه الشركه، وهو المستفيد من هذه الشركه. السؤال الثاني، من هو ممثل هذه الشركه في فرنسا؟ لان الشركه هذه الصينيه عندها الممثل الرسمي والشرعي في فرنسا الذي يمثلها ويضرب عليها الطابلة ويضغط على صناع القرار في الجزائر أنهم يقبلوا هذه الشركة ويخلوها شيكونة في الجزائر. هذا فرنسي مقيم في فرنسا طبعا، ومكتبه في فرنسا وقوته في فرنسا، من هو؟ طبعا أنا عارفه، أنا أعرف من هو، لكن نخليهم هما يحوسوا من هو، لأننا عندما نعرف ممثل هذه الشركة ووسيط هذه الشركة اللي هو فرنسي في فرنسا، نعرف أمور أخرى كثيرة وكثيرة جدا. أعتقد أنني وصلت إلى نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء معكم في موعد قادم بإذن الله. شوف إذا كان عندي حاجة نسيتها ما علقتش عليها، أو عندي حاجة ما علقتش عليها نعطيها لكم هكذا نختم بها ونقول لكم تبقى على خير. الحاجة اللي عندي ما علقتش عليها اللي هي شوفوا معايا هذه، لا 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 استغفر الله غلط، اسمحوا لي وراها وين درتها، والله واحد ال وراها ايه. شوفوا معايا هذا المقطع هذا ومن بعد Mais oui, mais il filme, non? Il dit, il filme pas, il est en train de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. On va fouiller. C'est devant tout le monde. Mais maintenant, c'est le linge pour femme, il y a une... Mais forcément, on comprendra. C'est tout? Filmé. Et puis, monsieur, libéré. Je ne vous autorise pas à me reprendre. Voilà. On ne refuse rien. Il y a l'autre là-bas aussi. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Ouvrez. Celui qui n'a pas de cadenas, on avait déjà fait. Non, l'autre on avait déjà fait. Ça veut dire combien d'années je travaille? Alors, ouvrez-moi tout ça. Gabonais là.
dans les galères. Il y a l'argent qui se promène dans les valises. Alors là. المهم المهم السيد مخمل مادي بكتاجو خارج، هذا وزير افريقي من دولة من دول الانقلاب، كان معول يهرب ومادي معاه يعني حويجات هكذا يعني تريكو وسروال كذا كذا، شدوه في الحدود وراه. اذا لا اتمنى ان نصل الى هذا الموصل لهذه الدرجة. أعيد أحذر أنبه وأدق ناقوس الخطر، الوضع في الجزائر وضع خطير وخطير جدا، الشعب غاضب، الشعب مدمر، الشعب محطم، ينتظر قرارات تاريخية، ينتظر قرارات تاريخية للرئيس عبد المجيد تبون حتى ينقذ الجزائر. لأنه شخصيا كنت أتكلم دائما على إصلاح وتطهير الوضع الفاسد، كنت أقول أن الرئيس تبون لديه نية في إصلاح وتطهير الوضع الفاسد، الآن أقول بكل حسرة وأسى الرئيس تبون أمامه مسؤولية تاريخية، ليس لإصلاح الوضع بل لإنقاذ الوضع، إنقاذ الوضع وإنقاذ الجزائر بات أولوية الأولويات بالنسبة إلينا جميعا، وبالخصوص هي مسؤولية رئيس الجمهورية الذي بات من واجبه تحمل المسؤولية واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء معكم سهرة الغد بإذن الله. أطلب منكم توزيع البث المباشر والقناة حتى توصل لباقي الأصدقاء، خلونا نطلعوا القناة وهكذا باش نقطعوا الطريق أمام جماعة الإرهابيين، جماعة المتطرفين. ألقاكم بخير، السلام عليكم.